وحياكم من جديد مشاهدينا، وصلنا معاكم لفقرة الأخبار والمنوعات اللي بنقدم لكم فيها أهم وآخر وأغرب الأخبار من حول العالم. وأكثر الأخبار تطايرا في العالم، عندنا آلاف الدولارات. لم أتخيل، تخيلي كده أنت خارج من البنك وشايلة معاك آلاف الدولارات في شنطة وفجأة تطير كده في السماء. أي شفت الفيديو هذا في مواقع التواصل الاجتماعي، شيء تعب القلب أقسم بالله. يقول لك هرع أحد المارة أمام البنوك في أحد المدن الصينية عشان يساعد رجل كان بيحاول يجمع فلوسه بعد ما طيرتها الريح من بين يده ونثرتها في أنحاء الشارع. المشهد اللي سجلته الكاميرا المراقبة الخاصة بالبنك زي ما احنا شايفين. الله أكبر، الله أكبر، إن شاء الله خير. بيّنت أن الرجال كان يحمل 25 ألف يوان نقدا ما يعادل 3570 دولار أمريكي، طارت جميعها في الهواء، ثم طارت والناس كأنها بتصرق بتساعد. يعني لا لا، الجميل في الموضوع أنه الناس كلها كانت بتساعده وبتساعده معاه، كانوا كاتبين كان كلهم يساعدوا عشان يجمعوا هذه الفلوس ويرجعوها للرجال. بس الجدير بالذكر أنه في بعض الدول الأسبانية لو صار نفس الموقف هذا صدقني كان الرجال اللي طلع معاه الفلوس رجع بيته بدون ولا ريال. أيوة أكيد، هذا عشان بيشيلوها عنه طبعا يودوها البيت. أيوة يشيلوها عنه يودوها البيت على طول. عموما خلونا نروح لخبرنا الثاني وإنجازات شبابنا في مجال التلفزيوني. لفيلم سعودي يفوز بجائزة محمود عبد العزيز، وطبعا فاز الفيلم السعودي القصير القط للمخرج فيصل العتيبي بالجائزة الكبرى للمهرجان الدولي للفيلم القصير والشريط الوثائقي التي تحمل اسم الفنان المصري الراحل محمود عبد العزيز رحمة الله عليه، وذلك في الحفلة التي أقيمت أخيرا في الدار البيضاء ضمن فعاليات الدورة 11، إذ قررت لجنة التحكيم تسمية جوائز المهرجان بأسماء فنانين ومخرجين عرب وعالميين، وخطف الفيلم السعودي إعجاب أعضاء اللجنة ونال أصواتهم وتوجته باللقب. يعني نحن نقول له ألف 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 مبروك لفوزه أكيد في هذا المهرجان عن الفيلم القصير والشريط الوثائقي. اكيد، ورحمه الله على الفنان الساحر بفنه محمود عبد العزيز حقيقه، ونشكره ايضا الفنان السعودي يعني على هذا الانجاز الجميل. الخبر الثالث معنا، الماني حب يعني يعبر بطريقه مختلفه فاستلقى على حبل بارتفاع اكثر من 1000 قدم. حطم مغامر الماني رقم قياسي باستلقائه على حبل بارتفاع 316 حسيت انجليزي قدم في شلالات هينلين الواقعه في جنوب غربي كندا. لوكاس ارمل سبق ان حمل برضو ايضا لقبين في موسوعه جينيس سابقا لعام 2006، في حين حطم هو وصديقه سامويل رقم قياسي جديد في اطول مشي على حبل مشدود على ارتفاع 830 قدم. وايضا تعد شلالات هينلين في الاعلى، هي الاعلى في العالم، ولا احد يقدر يوصل لها الا باستخدام طائرات بحرية. هذه أحد الصور اللي انتشرت لمحطم الأرقام القياسية الألماني لوكس. قال أرمل أنه كان هذا بمثابة تجربة جديدة وقضاء أسبوع كامل فيه يستحق كل الجهد، بيتكلم كأنه كان في إجازة. يعني تختلف عن ودي تقول لو واحد زعلها حتوديه هناك. لا لا صدق، هذه الصورة ذكرتني بفيلم نفسي أشوفه وراح أشوفه إن شاء الله قريب، اللي يمشي بالحبل بين برجين عالميين في نيويورك. شفت الفيلم؟ شفت الفيلم؟ فظيع، نفسي أشوفه قريب إن شاء الله. على فكرة أصله فرنسي، الرجال أصله فرنسي يروح على نيويورك بس عشان أيام ما كان في البرجين. أيوه، عشان بس يمشي عليهم. شيء يعني حقيقي صراحة مغامرة جميلة وحلوة إنه الواحد يغامر في حياته من أجل تجربة جدا جميلة. نروح لخبرنا الأخير اليوم، وبرضه خبرنا في فلوس اليوم، فلوس في فلوس، وان شاء الله نقول خير. بس خبرك اهون وما نصرف، خبرك اهون طبعا. تخيلوا، باكم تخيلوا معي مشاهدينا، اذا صحيتوا من النوم فجاه ولقيتوا في حساباتكم 15 مليون دولار، ايش ممكن يصير فيكم؟ راح نعرف مع خبرنا اللي صاير اليوم لامراه هنديه من ذوي الدخل المحدود في الهند. فجاه صحيت من النوم وراحت الصراف تبغى تسحب فلوس، تدخل بطاقتها يطلع لها كشف في الحساب 15 مليون دولار. طبعا هي انصدمت وانفجعت وتفاجأت في نفس الوقت، ما ماتت؟ لدرجة تخيل انها كان في واحد وراها في الكيو يستنى دوره. طبعا قلت له سمحت ممكن بس تقرأ لي كم الرقم الموجود على الشاشة، فقال لها الرقم موجود 15 مليون دولار. طبعا يعني ما اتوقع انتوا ايش ممكن يصير فيكم. قبل ما اقول لكم هي ايش سوت، هي راحت للبنك عشان ترد الفلوس
لمكانها وتقول لهم انه هذه مو فلوسي وانا لقيتها في حسابي بس هي مو لي ابدا، ورفضوها اول مره وقالوا لها تعالي لنا ثاني يوم وممكن نحل لك هذا الموضوع ونسترجع الفلوس الموجوده في حسابك. ولكن طبعا هي ما يأست ابدا مع رغم المحاولات الشديده. ايداء فحاولت مع زوجها تصحيح الوضع اللي صاير ورد المبلغ مره اخرى لانه زي ما قلنا ما لم يتم الرد عليها على الفور، وصراحه يعني ما اعرف ايش ما ردوا لها انه رجع الفلوس؟ لا اول مره ما تجاوبوا معاها على طول وقالوا لها تعالي لنا ثاني يوم، تخيل وفي حسابها 15 مليون دولار وهي مصره انها ترد المبلغ، يعني ما اعرف ايش اوصفها بكلمه. يعني في ناس ثانيين ممكن تجيهم نفس هذه المبالغ على حساباتهم وما يفكروا اصلا انه يروحوا، زي اخبار كثيره تفتكر الاخبار اللي قلناها قبل كذا كم شخص جاته على حسابه وصرف هذه الفلوس ولا فكر انه يرجع. طبعًا. انا صراحه لو جاتني 15 مليون دولار حسافر وهاجر. لو جاتني مليون واحد عموما احنا حاخذك معي يعني خلاص. عموما احنا يعني نعيش نشوف دائما اخبارنا يعني كلها واقعيه بناخذها من انحاء العالم عشان نعرف ايش ممكن تسوي في هذا الموقف. فتجادلوا وخذوا واعطوا مع بعض اللي جالسين في البيت كبار وصغار متكين وبتشربوا الشاي ولا القهوه. حنسيبكم بعد ما تفكروا في شويه الاخبار هذه بنرجع لكم بعد الفاصل لايضا استضافه مختلفه ومجال اخر مختلف في ساعه شباب، خليكم معنا.